السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. مقاتل اليو اف سي الامريكي مايك بيري يقوم بالاعتداء على رجل عجوز ويسقطه ارضا بالضربة القاضية. قبل البدء اطلب منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، كذلك وضع اعجابكم بالفيديو لتشجيعنا. في تصرف غريب وغير أخلاقي، قام مقاتل الوزن نصف المتوسط لبطولة يو اف سي مايك بيري بالاشتباك مع أحد المسؤولين في أحد المطاعم بتكساس الأمريكية، حيث أدى هذا الاشتباك إلى دخوله في صراع مع رجل عجوز. أدى ذلك إلى رد فعل قوي جدا من بيري، حيث وجه ضربة قوية أسقطت رجلا عجوزا أرضا وأغمي عليه. كما يظهر أمامكم في الشاشة، فبيري يبدو كالثور الهائل، غاضب جدا ويحاول إبعاد الأشخاص الذين يحاولون الاقتراب منه. أحد الأشخاص وهو رجل عجوز قدم نحوه، لكن ردت فعل بيري كانت غير متوقعة بأنه وجه لكمة قوية جدا في وجه هذا الرجل. بعدها بيري يبدو عليه الغضب الشديد ويحاول تهدئة نفسه لأن لم يقدر أحد على الاقتراب منه. لا أعلم إن كانوا يعلمون أنه محترف فنون قتالية مختلفة أم لا. بداية القصة كانت حينما ذهب مايك بيري رفقة صديقته. بطبيعة الحال هناك قصة شهيرة حول صداقتهما، سأقوم بالحديث عنها في هذا الفيديو. إذا قاموا بالجلوس لتناول وجبة العشاء في هذا المطعم، إلا أنه بعد دقائق قام بيري وكان يصيح لا تلمسني. يبدو أن أحد الأشخاص قام بلمسه وهو يثور غاضبا دفاعا عن نفسه. الكثير لم يفهموا كواليس ردت فعل بيري، إلا أن يبدو هناك خطبا ما يستحق كل هذه الضجة. بعدها كما رأيتم قام بيري بالخروج خارج المطعم، وبذلك تبعه الكثير من الأشخاص، أغلبهم يشتغل بهذا المطعم، وكانت الكارثة. مايك بيري خلق الحدث مؤخرا في نزاله الأخير حينما قرر التخلي عن طاقمه، فلم يحضر معه لا مدرب ولا مساعد المدرب ولا طاقم ولا أي شيء، فقط صديقته التي يحبها على حد تعبيره. قام فقط باستدعاء صديقته لتحضر معه إلى القفص وتكون هي مدربه وهي مشجعه، حيث قال بأنه لا يحتاج مدرب، يحتاج فقط صديقته لتشاهده عن قرب، وبين الجولات ترفع معنوياته فقط بقبلة. هذا على حد تعبير بيري. قصة غريبة صراحة، رغم أنه على ما يبدو وحسب الأقوال تعرف عليها منذ 3 أشهر. بعد فوزه في نزاله الأخير قام بشراء سيارة فارهة لصديقته، وأيضا يقوم بالتعبير عن حبه الشديد لها في منشوراته وعلى صوره بمواقع التواصل. هذا صراحة يبدو شيء أكبر من الحب. للمعلومة، فبيري تحدى الجميع، ورغم أن طاقمه لم يحضر وحضرت صديقته فقط، إلا أنه استطاع الفوز وبقرار إجماع الحكام. بيري هو مقاتل أمريكي يبلغ من العمر 28 سنة، ورصيده القتالي هو 14 انتصارا مقابل 6 هزائم. رجوعا إلى الفيديو وتحليله كي لا نكون ظالمين في حق هذا المقاتل، فإن لاحظتم بيري كان قد خرج من المطعم، لأن بعد خروجه من المطعم لا يحق لي مسؤولي المطعم ملاحقته لأنه ليس على أرضهم. ذهب خارجا، رغم ذلك لاحقوه، وإن لاحظتم أن الرجل العجوز لم يتم الاعتداء عليه مباشرة من طرف بيري، وإنما هو من هاجم بيري أولا لتكون ردة فعله بتوجيه لكمة قوية. للأسف تحدي مقاتل فنون قتالية مختلطة في الشارع يبدو تماما وكأنك تواجه شخصا يحمل أسلحة مختلفة، فتقنيات المقاتل المحترف خارج القفص هي خطيرة جدا، والإنسان العادي يكاد لا يتحملها. ونذكر هذه الأمور مع قصص مقاتلين كثيرة جدا، من أبرزها مثلا أذكركم بالاشتباك الذي وقع بين البطل المغربي بدر هاري وأحد رجال الأعمال في هولندا، تسبب له في كدمات خطيرة جدا. أيضا نلاحظ أن بيري يصيح لقد لمسني، وبعد الفيديو كانت هناك ردود أفعال كثيرة جدا. أحد الأشخاص المقربين بيري قال أنه كان يصيح هكذا لأنه يرفض اقتراب أحد الأشخاص منه بسبب تفشي جائحة الكورونا، ويقول بأنه ربما لو لمسه هذا الشخص
سيصاب بالفيروس وكان يحاول أن يدافع عن نفسه فقط، ومن حقه ألا يلمسه أحد مع ظل تفشي كوفيد-19 كما قلت. للأسف مثل هذه التصرفات يجب ألا تقع من مقاتل محترف في بطولة كاليو اف سي. إدارة اليو اف سي ستقوم بردها قريبا عن هذا التصرف، وستكون عقوبات عن ذلك إن لم تثبت براءته وكذلك إن لم يبرر فعلته هذه. في آخر المطاف على غرار أنه مقاتل فيبقى مجرد إنسان، وكلنا نستثار غضبا في بعض الأحيان. يبدو أن ردة فعله هذه كانت متوقعة، وتعلمون أن المقاتل عندما يتعرض لهجوم فتكون ردة فعله أوتوماتيكية بشن لكمات مشابهة كنوع من ردة الفعل. فالمقاتلون يتدربون عن هذا الأمر كثيرا، فقط عندما يشعر بأن لكمة متوجهة نحوه يقوم بصدها مباشرة. هذا نوع من التدريب يبقى أوتوماتيكيا في المقاتلين وينفذون ذلك أثناء النزالات، أيضا يستطيعون تنفيذ ذلك خارج النزالات للأسف. لذلك ففكرة الرجل العجوز عندما اقترب من بيري وهجم على بيري كانت فكرة خاطئة. يبدو أنه لم يكن يعلم أنه يواجه مقاتل في اليو اف سي. كما قلت فبيري لم يكن هو الوحيد صاحب هذه الأفعال، وإنما فعله يذكرنا تماما بفعلة كونر ماكغريغور عندما قام بالاعتداء على رجل عجوز العام الماضي. ما رأيكم فيما فعله بيري؟ هل هو تصرف صحيح؟ هل هو تصرف خاطئ؟ أم لكم وجهة نظر أخرى عن هذه الواقعة؟ أجيبوني من خلال التعليقات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، كذلك وضع إعجابكم بالفيديو لتشجيعنا على تقديم المزيد. كان معكم أمين، إلى اللقاء.